هذا الرجل منه؟ قال هذا أبي. قال فلا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تخاطبه باسمه، احذر من عقوق أبيك. معظم الخطباء يهتمون ببر الأم، والقليل من يتحدث عن الأب. الأب مظلوم، تغضب والدك من أجل شيء تافه من توافه الدنيا، تحزنه من أجل هاتف أو دراجة لم يحضرها لك، ترفع ضغطه من أجل جنيهات أو من أجل فسحة لم تذهب فيها مع أصدقائك. هو يجمع الدنيا لمن؟ هو يشقى ويتعب لمن؟ كم استدان وكم مد يده لفلان وعلان. أقسم بجلال الله لأجلك أنت، أبوك يفعل المستحيل لأجلك، وكأنه يقول لك: يا ولدي يا نور عيني، لو أن العرق يباع لبعته حتى أسقيك الماء العذب. تذكر أن أباك يحبك حبا لا مثيل له، لو بكيت أنت سينزل الدمع من عينيه هو. يا حبيبي، من الذي يتمنى لك أن تكون أفضل منه وأحسن منه وأعلى منه؟ لا يوجد أحد إلا الوالد. الأب لا يعوض. والله العظيم مسكين، يا من حرمت من نعمة الأب. وأعظم قوة للفتاة هو أبوها، أعظم قوة للفتاة هو أبوها. لو كل العالم أبكاها هو سوف يضحكها. احترم كل فتاة إذا ذكر أبوها بكت واشتاقت إليه. كل فتاة بأبيها معجبة. وأنت أيها الشاب، استغل وجود أبوك طالما أنه حي، فسوف يأتي يوم ولن تراه. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقول: اللهم طول في عمر كل أب، وارحم من أصبح تحت التراب.